بطاطس مهروسة كريمي بطريقة المطاعم. عملتها بنص كيلو بطاطس متقشرة، قطعتهم مكعبات قد بعض، بعدين حطيتهم في حلة فيها مية وحطيت معاهم فصين توم. شغلت النار في الأول على درجة حرارة عالية لحد ما المية بدأت تغلي، بعدين وطيتها خالص وغطيت الحلة وسبت البطاطس تستوي على نار هادية ربع ساعة. لما البطاطس استوت صفيت المية من الحلة وحطيت عليها بقية المكونات دي وهي لسه سخنة كده. معلقة كبيرة زبدة، ربع كوباية حليب، ربع كوباية كريمة طهي، معلقة صغيرة ممسوحة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. بعدين هرستهم. ممكن تهرسوهم بماشر زي ده او بمضرب بيض او بهاند بلندر او حتى في الخلاط. بحب اهرسها لحد ما تبقى ناعمة خالص بالشكل ده، وممكن في الاخر لو عايزين تحطوا عليها بقدونس او اي حاجة خضرة للتزيين. وبس كده.